نقلة نوعية بمنظومة التعليم الجامعي تشهدها محافظة بني سويف تتماشى مع الطفرة الصناعية التي تجري على أرض المحافظة، نقلة تتمثل في إنشاء عدد من المؤسسات الجامعية الهادفة لتقديم برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل وتنمية الإقليم في محيط الجامعة، إلى جانب تطبيق المعايير العالمية في قبول الطلاب واستراتيجيات التعلم. وضعوا حجر الأساس للجامعة الأهلية ببني سويف أحد أهم محطات زيارة وزير التعليم العالي للمحافظة، حيث تشمل الجامعة عند إنشائها 8 كليات متخصصة. وضع حجر الأساس لجامعة بني سويف الأهلية منشأة تعليمية عظيمة هتقام في أسرع وقت، هتنعكس خدماتها على المجتمع وعلى جامعة بني سويف. تم افتتاح برضو المركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وده الوحيد في الشرق الأوسط، وده مركز بيني بين كلية الطب وكلية العلاج الطبيعي وكلية التمريض وكلية علوم الإعاقة وكلية التربية الرياضية وكلية الآداب قسم العلوم النفسية. وبالملحق الجديد لكلية طب الفم والأسنان افتتح تشغيل معهد النباتات الطبية والعطرية والمطبعة الجامعية الجديدة ودار النشر الملحقة بها. وبمناسبة مرور عام على بدء الدراسة بها، جاءت زيارة وزير التعليم العالي لمقر الجامعة التكنولوجية ببني سويف الجديدة شرق النيل. خلال الأعوام الأربعة الأخيرة منذ عام 2016 ونحن مهتمون بدعم هذا التعاون مع مصر لتأسيس هذه الكلية التكنولوجية ضمن مبادرة حكومتينا لتحسين وتطوير جودة التعليم الفني في مصر. ده ساعد طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية على الالتحاق بهذه الجامعة وتوفير احتياجاتهم التعليمية من برامج متميزة تساعدهم في المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. تزويد سوق العمل المصري بالعمالة المؤهلة لتنفيذ المهام المنوطة بها هدف رئيس لحركة التطوير الدؤوبة التي يشهدها التعليم الجامعي لتأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.